أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت على الخدين والعنفقة وما حولها بالنسبة للرجل؟ أحسن أنك ما تقرب الشعر، لأنك إذا قربته ولو كان على الخدين ينبت ويؤذيك، أحسن أنك تتركه. والنابت على الخدين إذا كان على العظم، على اللحي، على اللحيين من الجوانب، على اللحية من اللحية. أما إذا تقدم وصار على الخد وليس على اللحيين فهذا يجوز لك أخذه، لكن تركه أحسن، لأنه إذا حلقته يقوى وينبت ويؤذيك، نعم، في المستقبل. نعم.